هو كان اخويا بيكلمني من امريكا اعتقد، ان انا اهلي عايشين في كندا بس نقلوا امريكا شويه، فكلمني فقال لي قعد نتكلم عن الاحسان، احنا بنتكلم حاجات بره الموضوع. فانا قلت انا هعمل اغنيه لله، وانا قلما ان انا اعمل كده. دي حقيقه، انا بقول لك دي حقيقه، يعني هعمل اغنيه ببلاش. فكلمت الاستاذ احمد عبد الله صالح المخرج اللي كان عامل فيلم شك الدبوس، وقلت له يا احمد بتعملوا ايه اليومين دول؟ فقال لي والله احنا بنعمل فيلم لمسرح مصر الصغيرين مش الكبار. اوكي، فالبادجت بتاعه قليل. قلت له طب انا عايز اعمل لك اغنيه الفيلم. قال لي لا مش هينفع. قلت له ليه؟ قال لي عشان انت هتشتغل مع، يعني مش عايز امدح في نفسي، يعني في صف معين، فهتبقى بادجت معين، وهو البادجت كله قد كده فمش هيكفي فمش هينفع. قلت له انا هعمل لك ببلاش. قال لي كلام جد. قلت له والله يبقى انا عايز اعمل حاجه لله. قال لي طب. واحمد طبعا حي يرزق وكل دول يسالوا، استاذ مدحت صالح والناس دي كلها، وهو كان واقف معانا استاذ مدحت صالح بصراحه في الموضوع دوت لما انا طلبت منه ده. وقال لي طب الملحن؟ قلت له هيعملها لك ببلاش. وكلمت استاذ احمد محي الملحن طبعا الكبير اللي عامل طبعا لشيرين ايا ليل واللي عامل النجاحات القنابل يعني. فقلت له يا احمد انت هتعمل معايا اغنيه دي بس من غير فلوس. فقال لي اوكي. احمد ابن ناس جدا وشيك يعني. فعملنا الاغنيه وبعتها لي، وبعدين سمعتها لاحمد عبد الله صالح. هي ميلو هي اغنيه دراما والفيلم كوميدي. فقلت له يا احمد بس انا كتبت النهارده اغنيه دراما، ما كتبتش فيلم يعني، ما عملتش حاجه كوميدي. قال لي ما الاغنيه اللي انت كاتبها دي ميلو دراما بالنسبه لي، وهي اللاين اللي فيه خط الفيلم اللي انا عارفه اللي هيتعمل. قلت له خلاص انت كنت أوكي. مش كاتبها على الفيلم، انت ما تعرفش قصه. لا كاتبها عن حاله ليا انا، معظم الحاجات الحاله ليا انا. فقال لي طيب. قلت له طب تحب تجيب بطل كبير يغنيها؟ قال لي كمان؟ قلت له اه والله يبقى بالمره بقى، ما احنا بنعمل خير. فقلت قمت مكلم الاستاذ مدحت صالح وانا على التليفون من التليفون الثاني وهو على السبيكر احمد. قلت له انت فين؟ قال لي انا في مش عارف هبقى في الاستوديو بكره. قلت له هجي لك بعد اذنك انا والاستاذ احمد عبد الله صالح مخرج صديقي، يعني نقعد مع بعض شويه. ورحنا قعدنا مع بعض وسمعته الاغنيه بسرعه جدا وعجبته جدا، وطلب مني حاجه غريبه جدا. انا قلت له الاول طب هتعملها لنا ببلاش؟ قال لي اه. اه والله العظيم ده الاغنيه ماشيه. انا صاحب الاغنيه اللي بحكي لك اه الموقف بالظبط ماشيه بشكل كده. غريب اه. فقال لي اه هعملها ببلاش بس هاخد الرايتس. قلت بص لاحمد، قلت له احمد تدي له الرايتس؟ قال لي طبعا وانا طول، انت فاهمني. وقام احمد مطلع مشارك من جيبه فلوس مطلعها وقال دي هتبقى للكمانجات والحاجات عشان هي فيها سترينجز وحاجات كده فلازم يبقى فيها تكلفه زياده. وانا ببلاش واحمد محي ببلاش وكله تمام، واستاذ مدحت عنده الاستوديو بتاعه فهنسجل في الاستوديو بتاعه. واتفقنا ودفع الفلوس احمد فعلا عشان نجيب الناس تاني يوم، وانا الصوت هيشتغل وهنخش نغني تاني يوم. وانا قلت لهم خلاص انتوا خشوا غنوا واسمعوا، انا بقالي كتير ما حضرتش استوديو بسمع لو في حاجه بقول لهم يعني. اوكي. فقال لي طب تمام. الشركه بس القدر بقى هنا تدخل، الشركه اللي هو ربنا عايز يقول لي انت مش دورك انتهى، انت بقى اقعد على جنب بقى شوف كده شوف اللي هيحصل بقى ايه. والله ده حصل بالظبط. وطبعا يمكن الناس تسمعني تقول انت بتعملوا اغاني، انت هتقعد تعمل لي فيها شيخ، هي دي ده اللي حصل. احسبوها زي ما تحسبوها هو ده اللي حصل. فقمت انا متصل باحمد قلت له خلاص اعمل كذا كذا، انا مسافر لبنان عندي حاجه اخلصها واجي. قال لي اوكي. الشركه استاذ مدحت صالح كلمني ثاني يوم قال لي الشركه عايزه تاخد يا محمد الرايت الحقوق اليوتيوب، اللي هي كانت شركه يوتيوب اول مره تعمل فيلم. قلت له طب انت يفرق معاك حبيبي اليوتيوب؟ قال لي لا حسيت ان هو مش هيبقى الموضوع لطيف. قلت له خلاص اقفل معاهم، ما ينفعش حد يضايقك، انت مدحت صالح وانت حد بالنسبه لنا حد كبير جدا، فيعني اقبل اعتذاري انا بالنيابه عنهم، انا ما اعرفهمش اصلا. انا اعرف احمد عبد الله صالح مع احترامي ليهم طبعا. قال لي طب هنعمل كذا. طب قلت له اقفل معاهم وخلاص الموضوع خلص بصراحه. وانا بصراحه يعني زعلت على ان هم قالوا الاستاذ مدحت صالح كده، انتوا المفروض انتوا معاكم اغنيه مهمه وحتى الاستاذ مدحت صالح داخل من غير فلوس مشاركنا عشان خاطري، انت فاهمني، فبالتالي انتوا المفروض يعني ما تتكلموش على نقطه زي دي. فاحمد كلمني قال لي هنعمل ايه؟ انا قابلت تامر حسني ومحمد سامي طبعا مع احتفاظ بالالقاب طبعا اصدقائي جدا واصحابي جدا الاثنين، وعايز اعمل لهم اغنيه زي عين شمس لتامر. فقابلتهم في السينما فقلت لهم عايز اعمل كذا. قلت له احمد ابعت لهم اغنيه استاذ مدحت صالح اللي احنا عملناها. فضحك ضحكه كده خفيفه فقال لي انا بقول لك عايز اعمل لهم اغنيه محمد زي عين شمس يعني هيت. قلت له لو سمحت يا احمد ابعت الاغنيه دي بالظبط ليهم دلوقتي هما الاثنين في وقت واحد. فقال لي اوكي. طبعا بادب وهو مؤدب جدا احمد،
واحنا اصدقاء. فبعت الاغنيه في نفس اللحظه ساعه بحلق دقني فلقيت حد بيكلمني، فقلت مين؟ انا ما بحبش حد يقول لي تخيل مين اللي بيكلمك، انا مش بحب الطريقه دي. فبقول مين بيتكلم؟ فقال لي طب قول مين كده. قلت له طب يعني مين؟ أماح. كنت انا عامل لأماح ويلي بتاعت حميد اللي هي مع احتفاظي برضه بالالقاب، الاثنين كان دي كلامي ولحني، ويلي يا سنين يا عودي وحشني تاني لعب العيال، الديو اللي عملوه مع بعض وفين ايام نادي سموحه عشان اسكندراني بقى كنت بحكي ذكرياتي. فقلت فأماح كان بيكلمني في الفتره دي، فقلت له أماح، قال لي قربت شويه. فقلت له طب مين؟ قال لي انا تامر. قلت له يا تامر وحشني وبتاع. قام جاي سامي ماسك التليفون المخرج الكبير طبعا محمد سامي، وقام قال لي محمد انت بتقول في الفيلم في الاغنيه بنكسر في مرايات والفيلم بيكسر في مرايات، طب دي جت ازاي؟ قلت له ما اعرفش، ربنا بقى اللي عمل كده. يا نهار ابيض، دي القصه اول مره حد يعرفها انت، يعني دي قصه الاغنيه بالظبط. والاغنيه هي لايقه على الحاله. تامر ماسك التليفون من سامي قال لي محمد احنا بقى لنا 3 شهور بندور على اغنيه الفيلم وهي دي اغنيه الفيلم، وغناها هو وإليسا وخدت عدت ال 50 مليون الحمد لله على اليوتيوب، وانا خدت فيها جايزه 11 على العالم من 21 الف شاعر في العالم في الاس سي اي في امريكا في الاغنيه بالكليب ده بالاغنيه سبحان دي. سبحان الله. انت الاغنيه دي انت يعني مش عارف كانت رايحه في والله في العظيم انا عاملها ببلاش، علشان كلمه قالها لي اخويا من امريكا مره، قال لي هو الاحسان يعني ايه؟ قلت له يعني احنا بندي حاجه لله. قال لي لا احنا بنحسن من نفسنا. فانت الفقير مش محتاجك، انت بتديله عشان تحسن من نفسك، والنفس 7. انت فاهمني؟ قعدنا نتكلم في الموضوع ده، فقلت احسن بقى من نفسي، فكان دي الاغنيه. انت حسيت انت عايز لنفسك تعمل حاجه، ان انا لازم اعمل شغلانه مش ربنا قال لي انت عملت اللي عليك، خد بقى النجاح بتاعها عامل ازاي؟ بقت بفلوس اللي كنت بتعملها ببلاش وفلوس محترمه طبعا، لان تامر مش الشركه، انا شركه محترمه. بقت كمان بنجاح رهيب بقت ديو فلسه اكمل لك بقى. فتامر قال لي انت فين؟ قلت له انا في الاوتيل، اوتيل ما هو عارف يعني كان اهلي ما بيجوا من بره بقعد فيه. فقال لي طيب اركن عربيتك واحمد هيعدي عليك هياخدك وتيجي البيت عندي تقعد معايا شويه. كنا في رمضان، فحتى قلت لاحمد محي احنا هنخش على تامر فاضيين؟ قال لي يعني ايه؟ هو مستغرب طبعا، انا بحب اهزر يعني. قلت له تعالى نجيب له بطيخه، فجبنا له بطيخه ودخلنا قعدنا نهزر. المهم قال لي تعالوا اسمعوا بقى الاغنيه بتاعتكم، فقام مسمعني صوت اليسا معاه. انت ما كنتش تعرف ان اليسا؟ ما اعرفش طبعا، تامر عنده مفاجات غريبه وبيحب ياخد الكلام ده في الكاميرات، انت فاهمني؟ فعندنا عنده الميكنج ده، فانت اتفاجئت بالاغنيه فجاه رهيبه وحاجه. الاغنيه في مكالمه تليفون قلت له ابعتها لتامر حسني، والله ده اللي حصل، بقت اغنيه الفيلم وبيغنيها تامر حسني واليسا، واول ديو مع تامر واليسا. مع اني عامل اليسا قبل كده بسمع اسمك بدمع والكلام ده، بس يعني اول مره يغنوا مع بعض. هي المره الوحيده اللي غنوا مع بعض، المره الوحيده بس دي مهمه يعني. لا طبعا يعني لا مش بس اول مره، مهمه في حياتي انا، المره الوحيده طبعا كبيره في تاريخي انا، مهمة وكانت جدا. اغنيه كبيره، وكانت هي اغنيه الفيلم يعني، هي كانت اغنيه الفيلم وهي اللي كان حتى الدعايه كلها ده بفضل يعني ربنا عليا. القصص معاك هي الاغاني ليها حاجات غريبه معايا بتحصل. كل اغنيه بتكتبها بيبقى ليها قصه معاك؟ 90% مش كله يعني، في اغاني معينه ببقى عشان اغنيه فيلم فبحاول اجيب الموقف. اغنيه زي مثلا عقبال كل البنات اللي عملتها الاميره فتحي وبقت هي الوطن العربي بيغنوها في الافراح. اوكي دي كانت اصلا اميره اخذت اغنيه من محمد رحيم وقالت لي انا عايز اكتب على اللحن ده، فقلت لها اوكي. فسمعتها الفنانه نانسي عجرم وكانت عايزاها، فانا قلت لا طبعا طالما انا خدت عربون مش هقدر ارجع في كلامي. واعتقد ان هم زعلوا مني وقتها وانا ماليش يد في الموضوع اصلا، بس انا ما سمعتهاش. اوكي ففوجئت ان جيجي لامارا موجود هنا عند تميم وبيسمع الاغنيه وانا واخد عربون، فانا مش هينفع، مستحيل. ايه اكتر اغنيه بتمثلك من الاغاني اللي عملتها؟ وعملت لها اوكي بعديها يعني. ايه اكتر اغنيه بتمثلك من الاغاني اللي انت كتبتها؟ اغاني كتير قوي، ما كلها انا يعني. كلها انا عارف ان كلها ولادي. لا مش ولادي والله، مش ولادي، سيبك من الكلام ده يعني، كلها طالعه مني يعني، انت فاهمني؟ مفيش. بس اكتر اغنيه بتحس ان انت عبرت عن حالتك، عن قصتك، اغنيه عن نفسك. حاجه جديده انا بعملها ميني البوم ليا انا، حاجه اسمها انا مش بغني. دي اكتر اغنيه بتمثل لي. غناء مين؟ انا هتغني. ادائي يعني، اول حاجه عاملها اداء ليا انا. لسه منزل حاجه مع الاستاذ محسن جابر في مزيكا اليومين دول، اوديو كده
حاجة اسمها غير، ودي حاجة اسمها أنا مش بغني. مطلعها كده بيقول أنا مش بغني، أنا عايز أحكي على الحاجات المدارية، أنا عايز أحكي من هنا لإسكندرية، أنا اللي أهلي هجروا بره فاتوني حاير، واقف مكاني من كلام تقول ده داير، إزاي تعطش حد عاش العمر صايم وعشر سنين وفي رمضان بفطر سجاير، أنا مش بغني. عظيمة حبيبي، عظيمة. دي قصة ده إيه؟ بقى دي هتبقى يعني أنت عامل مين دي؟ عد كده كلها ورا بعض أغنية أنا اللي عاملها. رحلة ال 208 كيلو. ال 208 كيلو وأكتر أغنية بتمثلني بعديها ويلي بتاعت الفنان الكبير حميد الشاعري والشاب الفنان. أعتقد أنت قلت فيها أسامي أصدقائك حتى. صحابي طبعًا. صحيح يعني. من أيام عمرو وياسر طارق هنا ولا مسافر، دول صحاب. دول صحابك. انا بشكرك جدا. انا بشكرك جدا واستمتعت معاك جدا والقعده معاك. وانا حاسس ان احنا قلنا حاجتين ثلاثه مهمين ومكثفين في وقت قليل جدا. حقيقي استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك وبالتوفيق في الخطوه الجايه في الغنائيه اللي حضرتك بتعملها. بشكرك جدا وقوفك معانا باذن الله. الله يخليك.